السلام عليكم. دلوقتي عندي الملف بتاعي فيه warning، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز ادي لون للwarning ديت، عايز اعمل عليهم select كلهم وادي له اللون. ده اللي احنا هنعمله مع بعض من خلال الداينامو. خليني اجي هنا واقول له انا عايز اعمل duplicates للحاجه ديت، بحيث ان ده هيبقى خاص بالتلوين بتاعي. هقول له شغال للداينامو، واقول له نيو. طيب في باكج محتاجها، دي بيكون حد برمجها جاهزة. هكتب هنا بنج، اهيت بنج علامة استفهام، يعني علامة تعجب. قال لي ان هو اتحمل. فلو جيت كده وفي امر المفروض ان انا هبدا اكتبه، الا وهو warning tools. اهوت. طيب ده محتاج مني ان انا اديله البولين، يعني اقول له true او false. تمام، هقول له false دلوقتي. عشان يشتغل لازم اقول له ترو. طيب عشان يتلون في امر اللي هو element dot over write in view over write color in view، ده اللي انا عايزه. هديله ده كده، عايز اديله بقى اللون، فاللون هديله color باليت. وليكن هديله اللون مثلا الأحمر، عشان معاذ بيحب اللون الأحمر. لا، ما طلعش أحمر، هو تقريبا أنا ما بعرفش غير أيوه، هو ده، هو ده اللون الأحمر. ماشي، كل اللي أنا هعمله بقى إن أنا هقول له ترو. المفروض اديله هنا. واخد بالك ايه اللي حصل؟ الحاجات اللي فيها مشاكل خدت لون احمر. فلو عملت سيلكت هنا، تمام، هيقول لي هنا شو ريليتد وورنينج، فانا عرفت الحاجات اللي فيها مشاكل. تمام، في ممكن نعمل داينامو تاني يعمل ايزوليت، بس ده في درس تاني ان شاء الله.